باسم كاملين معاك في فقرات نهارك سعيد ومؤتمر العلماء المصريون الصغار. ده مؤتمر بتقيمه الجامعة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لطلبة وطالبات المدارس والجامعات من سن 13 ل 20 سنة. الهدف الأساسي من المؤتمر هو تأسيس قاعدة علمية من طلبة وطالبات المدارس قبل ما يبتدوا يواجهوا الحياة العملية والحياة العلمية كمان في الجامعات. هيكلمنا أكتر عن المؤتمر وعن أهدافه وعن فكرته دكتور إيهاب عبد الرحمن، رئيس قسم الفيزياء بالجامعة الأمريكية، ومنه الله شرف صاحبة فكرة والمسؤولة عن المؤتمر. صباح الخير، النهاردة سعيد. صباح الخير يا فندم. دكتور، كتير جدا من الناس ما يعرفوش يعني إيه فكرة بحث علمي. يمكن طول ما احنا في المدارس ما حدش قال لنا يعني ايه تعملوا بحث، كنا بنحفظ المنهج بيجي زي ما هو بنبتدي نحفظه. فكرة البحث العلمي اهميتها ايه؟ طبعا لما يبقى اي حد عنده فكرة ان هو يعمل حاجة جديدة او فكرة ان هو يعمل مشروع صغير، لازم الاول خالص يشوف الناس اللي قبليه عملوا ايه، ودي اهم قواعد البحث العلمي. البحث العلمي عشان انا ابتدي اعمل بحث علمي اشوف الناس اللي قبليه عملوا ايه، وايه الطريقه اللي انا هعمل بيها البحث بتاعي، واهم حاجه اكون انا محدد برضو الهدف للبحث بتاعي في النهايه اوصل له ايه. لو انا عارف القواعد دي في بدايه قبل ما اعمل البحث العلمي، انا باثر الطريق عليا وبوفر تكاليف كتيره جدا، سواء تكاليف بشريه او اجهزه او يعني ايا كانت في البحث العلمي. فده تقريبا اللي احنا عايزين نوصله للولاد الصغيرين، في ان احنا نوصل لهم ازاي هو يفكر قبل ما يعمل البحث بتاعه، مش اكتر من كده. منا الفكرة، فكرتك جات لك ازاي وبدأتيها ازاي وامتى يعني طلبتي من الجامعة او عرضتيها على الجامعة؟ هي الفكرة جات لي علشان يعني انا في السن اللي انا اكتشفت فيه انا عايزة ايه، كنت في اولى ثانوي وما كنتش عارفة كمان اوصله ازاي. يعني انا عرفت حلو قوي، ده كان بدري قوي بالنسبة لي كتير. يعني انا عرفت ان انا، ما هو كان السبب في ان انا عرفته ان انا دخلت في مؤتمر ابحاث برضو، بس كان MUN، كان نموذج للامم المتحدة، كان فهو يعني نشاط عالمي، ودخلت فيه اعمل ابحاث في مصادر الطاقه المتجدده كحل للمشاكل بتاعه الطاقه اللي موجوده في العالم. هي المؤتمر ده الابحاث اللي فيه هي اللي ساعدتني انا اعرف ان انا عايزه اكمل في البحث العلمي وفي مصادر الطاقه. بس ما كنتش عارفه ازاي اوصل للموضوع ده. كملت ثانويه عامه وجالي التنسيق عادي، وبعدين دخلت الجامعه الامريكيه، فقعدت سنتين في الجامعه على ما عرفت انا فعلا عايزه ايه، وانا فعلا ازاي هعرف اوصل للموضوع ده. طبعا بالكلام مع دكاترة كتير جدا زي دكتور إيهاب، وبالكلام مع طلبة كتير كبار وكده، فحسيت انه لأ، يعني طب ليه أنا أستنى لحد دلوقتي؟ أو في ناس ما بتعرفش هي عايزة إيه غير بعد ما تخلص الجامعة. طب ما أنا أعمل مؤتمر بس يبقى علمي بقى، يجي فيه الطلبة يتعلموا إزاي يعملوا أبحاث، يتعلموا أفكار جديدة، يدخلوا الجامعة يشوفوا الحياة فيها عاملة إزاي، يعرفوا إن في عالم تاني غير العالم الطبيعي بتاع الثانوية العامة والتنسيق والحاجات دي. بيتم تأهلهم للحياة العملية. طب قدمتي الفكرة امتى للجامعة والجامعة تقبلتها ازاي؟ هي الفكرة في دماغي من السنة اللي فاتت، وكان المفروض ان احنا هنعملها في الترم اللي فات. احنا يعني السنة اللي فاتت يعني من 2010 مثلا، والترم الاولاني عندنا كان من 6 شهور بس، كنا عشان الثورة فالمدارس فضلت تتأجل، فما عرفناش نعمل الموضوع ده. وكنت انا خلاص اوريدي كلمت دكتور صلاح الحجار، ده رئيس قسم هندسه الميكانيكا. فلما اتاجلت عشان الثوره وكده قررنا ان احنا نعملها الترم ده، واتكلمت مع دكتور ايهاب، وهو بصراحه شجعني جدا. فدكتور ايهاب ودكتور صلاح هم اول اتنين وافقوا على الموضوع، ومكتب تنميه الطلبه قرروا ان هم خلاص هيساعدوني في المؤتمر ده. بس ولما بدات الخطوات، بدانا في الصيف مع المكتب في الجامعه وكده ان احنا عايزين تمويل مادي وعايزين حجز وحاجات كده، ومن اول الترم ده هم بداوا معانا وساعدونا جدا. يعني الجامعه رحبت قوي. دكتور، فكره زي فكره منا ومؤتمر البحث علمي، ازاي حضرتك ممكن، يعني مش بس حضرتك، كل اساتذه الجامعه ممكن تفيده وممكن تضيف له، يعني العمل مع الصغيرين في السن وتعليمهم اساليب بحث مش حاجه صغيره ومش حاجه بسيطه، ازاي بخبرتك تقدر تدعمهم؟ هو في حاجه واضحه لينا كلنا كاساتذه جوه الجامعه، ان احنا ما بنخرجش حد علشان مجرد ان هو يتعلم. يعني احنا ما بنجيبش الطالب عشان يتعلم، احنا الطالب اللي بيجي للجامعه بهمتنا الاساسيه ان احنا نخرج مواطن صالح لمصر بعد كده. عشان نخرج مواطن صالح يبقى لازم نديله حاجات تانية بره الكتب. وده اللي بيخلي اي حد، مش انا بس، اي دكتور في الجامعه لو منا راحت له وقالت له احنا عايزينك تعمل معانا كده، هو عنده الوقت هيبقى مرحب جدا، لان ده بتقع من ضمن صميم مسؤولياته. هو تخريج مواطن صالح لمصر. ف
فاحنا ممكن نعمل ايه للولاد؟ احنا عايزين بس نديهم فكره صغيره يعني ايه بحث علمي، لو هو مهتم بالبحث العلمي يعني ايه بحث علمي، ازاي يبتدي فيه من دلوقتي ببساطه، ما يبقاش هو الطموح بتاعه طموح لفتره صغيره بس، لا يعني يبقى فاهم ان البحث العلمي ديت رساله، دي لازم يفضل طول عمره بيفضل هيفضل طول عمره في بيأدي الرساله دي، طول عمره بيقرا طول عمره بيتعلم وبيعلم. وده اللي عجبني دلوقتي كمان اللي منى قالت له ايه، قالت لي لو حضرتك خدت بالك، قالت انا سالت الاساتذه عندي في الجامعه وزمايلي الكبار يعني زمايلها اتعلموا وعلموها، وده من دور ده يعني بتهيألي دي من اهم دور تقدر تقدمه الجامعه في اي جامعه في العالم للطلبه بتوعها. تمام. منى لحد دلوقتي عدد المشاركين قد ايه واخترتوهم على اساس ايه؟ هما اللي قدموا للابحاث فوق 360. هما من 20 محافظة وكلهم جايين كأفراد، مش جايين من مدارس مش من هيئات معينة، وجايين من الفيسبوك كمان. بس احنا هنختار 100 بس، وبعدين هنصفيهم خلال الأسابيع بتاعت الأبحاث على أساس واجبات المية الدكتورز هيدوهم للطلبة، وحسب جودة الأبحاث بتاعتهم أو حسب جودة الأداء بتاعهم والالتزام بالحاجات اللي هم مطلوبة منهم هيتم تصفيتهم. المحافظات وصلت لهم ازاي؟ فيسبوك، كل حاجة كانت عن طريق الفيسبوك، كله انترنت، كله يعني جاي لنا كمان من انا ومن سوهاج من اسيوط من شمال سينا من حتت بعيدة ما كناش متخيلين ان يجي منها. والطلبة جم حتى الافتتاح، جم سافروا وخدوا القطر وحجزنا لهم اوتيل وكده، وجم وباتوا وشافوا وحضروا الاوبننج ومشيوا تاني. فهم الطلبة عندهم استعداد جامد جدا، يمكن هم مش عارفين يعني دي حاجة احنا لاحظناها في الاستمارات بتاعتنا واحنا بنقراها، هم مش عارفين لسه ازاي يعملوا ابحاث. يعني هم احنا طلبنا منهم 150 كلمة عن الموضوع اللي عايزين يعملوا فيه، فعملينها كوبي وبيست من النت، فاحنا حاجة زي دي مش اللي هو بدايتها غلط لا بالظبط. بس احنا يعني حتى اصحابي اللي هم معايا في التيم اللي احنا بنحضر للمؤتمر قالوا لي طب احنا ازاي هنقبلهم كده، قلت لهم احنا مش عايزينهم بيعرفوا بالظبط، احنا عايزينهم ما بيعرفوش واحنا اللي هنعلمهم. فبنركز على الاسئله اللي هو ليه داخل المؤتمر، هو عايز يتعلم ايه، هو كده الناس اللي فعلا بنحس ان هو داخل عايز يكتشف نفسه، فاهم هدف المؤتمر صح، عنده استعداد بس مش عارف ازاي، هو ده اللي احنا عايزينه. المؤتمر مدته 5 اسابيع وبيتم تصفيتهم وسط الخمس اسابيع دول، بس المية هنصفيهم من البدايه، من البدايه خالص. طيب احنا هنقول ان المؤتمر ان شاء الله نجح ووصل لاخره بقى فيه تصفيات، ومثلا هو كام واحد اللي المفروض يعني يفوز في الاخر او يوصل للنهايه؟ ان حسب العدد يعني احنا ماكسيمم بتاعنا 100 بس احنا هنفضل نصفي بس حسب العدد يعني مش حاطين منما. طب يا دكتور الخطوه اللي بعدها ايه بعد نهايه المؤتمر بيحصل ايه؟ يعني انا بالتالي الخطوه اللي بعدها لازم حد تاني يجي بعد منا يفكر يعمل المؤتمر رقم 2 لشباب الباحثين، او انا مش عايز اخلي اسميهم صغار الباحثين. وبعدين تبتدي جامعه القاهره تفكر ان هي تعمل مؤتمر ليها هي كمان، وجامعه اسيوط في الحاله ديت الموضوع ده لو كبر، يبقى احنا بنحاول احنا نعلم الولاد الصغيرين اللي في المدارس يعني ايه بحث علمي. البحث العلمي مش مجرد ان هو بحث علمي، احنا كل حاجه في حياتنا بحث. يعني حضرتك قبل ما تخشي معانا اكيد حضرتي الموضوع، تحضير الموضوع دوت بحث. فازاي تعملي البحث بتاعك دوت ده في كل حاجه في حياتنا، اي حد بيعمل في حياته حاجه بيعمل لها بحث الاول. لو عرفنا لو الناس كلها عرفت ازاي بس تبتدي تفكر تعمل البحث بتاعها دوت، هيوفر عليها فلوس كتير جدا وهيوفر عليها طاقات كتير جدا. فالخطوه الثانيه تاني ان احنا نبقى في مؤتمر رقم 2 و3 و4، يبقى في الموضوع مستمر، والجامعات التانية نبتدي ننشر فيها الفكرة، لأن عندنا طلبة من جامعات تانية موجودين في المؤتمر. فإحنا بنأمل إن هم يبقوا دول النواة بتاعة مؤتمرات تانية في جامعات أخرى مماثلة لينا موجودة.